بنعتز جدا بعمل اصدرناه سويا كمؤسسه مصريه روسيه للصحافه والعلوم بالتعاون مع بعض الدراسات القرطيه التابع للوكاله الدوائيه، وكان اول كتاب يحوي تاريخا للعلاقه التاريخيه بين الكنيسه القرطيه المصريه والكنيسه الارثوذكسيه الروسيه. عمل هذا الكتاب الحقيقه الدكتور عجبان ابراهيم عجبان، وهو الامين العام لمعهد الدراسات القرطيه بالقاهره، وكلفنا بترجمته للغه الروسيه استاذ التاريخ العربي الذي قام بترجمته وابدع في ترجمته واضاف لحواشيه وهوامشه الكثير من المعلومات التي لم يكن من المفترض ان يكون القارئ الروسي على علم بها. منها المعلومات دي منها ايه؟ يعني على منها المعلومات عن اسماء الارشميديات والقساوسه والرهبان والاماكن والمحافظات ومواقع الكنائس واسمائها واصولها التاريخيه لم تكن وارده في الاصل العربي، اضاف لها دكتور ميكولسكي في ترجمه الكتاب باللغه الروسيه. ولحسن الحظ فانه قداسه الانبا كوادروس البابا كوادروس وهو في سفرياته لزياره الكنيسه الروسيه لاول مره في 2014 اصطحب معه الكتاب باللغه العربيه وباللغه الروسيه، واهداه للرئيس بوتين واهداه لوزير الخارجيه الروسي واهداه للبابا الكسي بابا. يعني في علاقه قويه تجمع ما بين الكنيستين، علاقه ضاربه في اعماق التاريخ منذ القرون الاولى الميلاديه، وبالتحديد بدات تتكثف بعد دخول اعتناق روسيا للمسيحيه في سنه 988 ميلاديه. منذ هذا التاريخ عكف الدكتور عجبان على تاريخ رحلات الرحال الروس الذين كانوا يمرون بمصر في زيارتهم للاراضي المقدسه المحتله في فلسطين، وسجل هذا في كتاب هو من اهم الكتب التي اصدرتها المؤسسه المصريه الروسيه للعلاقات الثقافيه بين الشعبين المصري والروسي. وانا كنت سعيدا عندما تلقيت اتصالا كريما حبيبا على قلبي، لانني في مقدمه الكتاب اشرت الى انه البابا كوادروس هو ليس افضل للاحباط بقدر ما هو افضل للعرب جميعا. استقبلني قداستهم وفي جلسه استمرت 3 ساعات او اكثر تبادلنا فيها الاراء حول زيارته الغير متوقعه للكنائس الروسيه ولروسيا ومدى عظمتها ومدى عظمه التراث الكنسي في روسيا ومدى قوه هذه الدوله وقوه حكومتها وحكمها ومدى ارتباطنا تاريخيا بها. واثنى ثناء ضخما على الجهد الذي بذلناه بتواضع شديد لانجاح هذه الزياره باخراج هذا الكتاب. ومنذ هذا اللقاء والذي توج بهديه الايقونه الجميله لرحله العائله المقدسه لمصر هديه من البابا كوادروس لي اضعها في صداره مكتبي وامام وجهي باستمرار، اقرا فيها الصلاه لان يمنح هذا الرجل الصحه، لانه هذا الرجل احتل قلوب المصريين عندما اعلن انه اذا كانت ضريبه الاستقرار فيها مصر في مصر هي على حساب الكنائس القبطيه فلتحيا مصر، كانت مقوله بالرجل ليس برجل دين، هذا رجل سكن عرش قلوب المصريين منذ هذا الحين. ونحن في الدوره الثانيه للمؤتمر بعنوان المستشرقون العرب المستشرقون الثقافه العربيه بنحتفي ايضا بهذا الكتاب، وقد حضر مؤلفه مخصوص لالقاء بحث حوالين ترجمته لهذا العمل التاريخي المهم الدكتور ديمتري ميكولسكي، وكانت محاضرته من امتع المحاضرات التي كان الحضور فيها غفيرا وتابعه باهتمام. طيب هو الحقيقه انه قد تسلم فرصه ترجمه كتاب في مع موجود مهم لاخراج وذلك التعاون بين الكنيستين الروسيه والفرنسيه والسوريه والسوريه. فمؤلف هذا الكتاب الدكتور الاستاذ المفسر
سمعتي حبان فهو المؤرخ الجنس القطية والملم لليوم القطية.